أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا معلم أقرأ في كتب التربية وعلم النفس فيما يتعلق بمراحل النمو وكيفية التعامل مع الطلاب ونظريات التعلم، فهل في ذلك محظور شرعي؟ ليس فيه محظور شرعي ما دام أنه ليس فيه ما يخالف الشرع، فليس فيه محظور شرعي. نعم، طرق التدريس والتربية التي ليس فيها مخالفة شرعية لا بأس بذلك. نعم.